باعتباري ممثلا لشباب محامين سوهاج الى معالي النقيب العام. يا معالي النقيب، عشنا شبابا نحلم في سوهاج ان يكون لنا نادي. انا دفعه 2009 طول ما انا في سوهاج بشوف جميع النقابات لها نوادي، كنت ادخل باقي النوادي واحلم ان يكون لي نادي افتخر به امام زملائي واسرتي. اليوم على ايديكم يتحقق الحلم. اليوم تحقق حلم محامين سوهاج بوضع حجر الاساس الخاص بناديهم، ليس حق انتفاع ولكن بيعا وشراء، اصبح ملكا لمحامين سوهاج ومحامين مصر جميعا. نعلم ونثق انه لن يكون مثل نادي جليم، بل سيكون افضل باذن الله، وجميع النوادي على مستوى الجمهوريه ستكون توازي نادي جليم وافضل، لاننا نثق يا معالي النقيب انكم عندما توفرون المال العام وتحافظون عليه تضعونه في مكانه حق موضعه. بهذا المبلغ أنشأتم لنا نادي زادت قيمته التسويقية، وسيدر على نقابة المحامين مبالغ طائلة فيما بعد. أصبح لنا نادي ملك لينا نفتخر به قدام محامين سوهاج بالكامل وقدام جميع الجهات في محافظة سوهاج. أصبح لنا على أيديكم يا معالي النقيب نادي ملك للمحامين. أنا باسم شباب المحامين بشكر سعادتك وبشكر كل من ساهم في هذا العمل، وبشكر كل حضراتكم أنكم شرفتونا النهاردة في يوم العرس، يوم فرحنا النهاردة، فرح محامين مصر كلهم بوضع حجر أساس نادي محامين سوهاج.